السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء. موضوعنا اليوم هو تفسير حلم رؤية الناقة وتلد في المنام لابن سيرين ومعناها بالتفاصيل. رؤية الناقة التي تلد في الحلم تشير إلى الخير وإلى الأمر الطيب، ورؤية الناقة في الحلم تعني المرأة الصبورة والصالحة والمتحملة للأعباء، وتفسر الناقة في الحلم بالنخلة أو السفينة أو الشجرة. ومن رأى في الحلم أنه قد حلب ناقة فسوف يتزوج امرأة وسيرزق بالولد الذكر إن كان متزوجا، أو سيتولى ولاية وسيجمع فيها الزكاة. أما لحم الناقة في الحلم فيشير إلى الوفاء بالنذر أو يشير إلى الرزق. ومن رأى في الحلم أنه قد ركب ناقة فسوف يتزوج، ومن رأى في الحلم أنه قد امتلك ناقة فسوف يتزوج أو يصاهر شخصا ما، أو سيملك أرض أو بيت. ومن رأى في الحلم أن ناقة تحلب اللبن في المسجد فسوف تكون سنة خصبة. وقال في شر حلم رؤية الناقة التي تلد في المنام: رؤية لحم الناقة في الحلم يشير إلى المصيبة أو يشير إلى المرض، وتشير رؤية الناقة في الحلم إلى المرأة ذات الخصام الكثير. ومن رأى في الحلم أن ناقته قد ماتت في الحلم فسوف تموت زوجته أو سيبطل سفره. وإن دخلت الناقة إلى بلد في الحلم فسوف تظهر فيها فتنة. ومن رأى في الحلم أنه قد عقر ناقة فسوف تحصل له مصيبة وسوف يندم على شيء قد فعله. ومن ملك ناقة في الحلم وحلب منها قيحا أو دما فسوف يملك المال الحرام. ومن رأى في الحلم أنه قد سرقت ناقته أو فقدها فسوف يطلق زوجته. ومن رأى أنه قد ذبح ناقته فستأتيه الأنكاد والهموم.